شاء الله. هنايا ها نتوما كتشوفوا ها هو الشفنج ديالنا، تتسمعوا ديك القرمشه ديالو، راه باقي سخون. ها نتوما الشكل ديالو شفتوه كي كيجي مفشفش، ما فيش الزيت من الداخل، سمعتوا الخشخشه ديالو، كيجي مقرمل. ان شاء الله نقدموا لكم مع واحد البريمي ديال الاتاي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والصلاه والسلام على رسول الله. ان شاء الله اليوم نقدم لكم السفنج على طريقتي ان شاء الله الخاصه، نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ان شاء الله نبداو على بركه الله. عندنا هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، عفوا ديال الخميره، وعندنا هنايا معلقه كبيره ديال السكر سنيده. غادي نضيفوا ليه واحد الكاس ديال الماء، جوج كيسان ديال العنبه، غادي نخلطوهم. الكيسان اللي عبرتو بهم الماء نفس الكيسان غتعبروا بهم الدقيق. ان شاء الله هنا من بعد ما دفع لينا السكر سنيده والخميره غنضيفوا واحد الكاس ديال الدقيق الابيض، نحاول نخلطو. نزيد الكاس الثاني ونحاول نخلطو هكا غير بالطراب اليدوي، نخلطو مزيان حتى ما يبقاش لينا حتى التكتلات ولا والو. جينا بحال الشكل ديال العجينه ديال البغريق. هذه كمرحله اولى. من بعد ما تخلط لينا هكا مزيان غادي تغطيوه ببلاستيك غذائي اولا تغطيوه بالغلاقه ديال السفيره. دابا ان شاء الله غادي نخليوه يرتاح واحد 10 دقائق وندوزو للمرحله الثانيه. من بعد ان شاء الله هنايا ما دازت ليا 15 دقيقه تقريبا، ها هي راه خمرات لينا طلعت شويه هكا. غادي نضيف لهذيك معلقه صغيره ديال الملحه ان شاء الله، وغادي نضيف كاس ديال الدقيق اللي بقى، دوك جوج كيسان تقريبا ربعة ديال الكؤوس، ولكن يمكن درت هنايا شويه تنشوف على حساب الخليط، يقدر يهز لكم اكثر على حساب الدقيق. نحاول نخلطو هكا بهذا الشكل، حيت هو اصلا خاصو يكون شويه جاري، ما يكونش زعما قاصح في العجين. غادي نخلط ونشوف الا خصني غنزيد شويه. غادي نزيد ليه واحد شويه تقريبا واحد جوج معلقات هنايا ديال الفرينه، جوج معلقات درتهم بالحساب. خصو يكون كيتلصق في اليدين ولكن ما يكونش جاري بزاف باش ما يعذبكمش في الطياب ملي تبغيو طيبو. بهذا الشكل هذا العجين خاصها تكون ما جارياش وما قاصحاش بزاف. كتهزوها بهذا الشكل هذا غير واحد شويه وغنخليوها ثاني ترتاح حتى 10 دقائق ولا 5 دقائق، غير واحد شويه.
دابا ان شاء الله غادي نخليها نغطيها واحد 5 دقائق هكاك تعاود تختمر لينا. ملي كدير هاد الفقاعات عرفوها راه مزيانه حتى العبر ديالها مزيان في العجين. دابا ان شاء الله غادي نغطيها ثاني واحد 5 دقائق هكاك ونعاودو نشوفو ثاني المرحله الاخرى. هنا من بعد ما خلينا 5 دقائق هانتوما شفتو ضاعف لينا الحجم ديالو، غادي نحاول نخرج ليه داك الهواء اللي فيه هكا هاد الشكل هذا، نحاولو غير نجمعوه هكا باش يحيد لينا داك الهواء. صافي بهاد الشكل هذا باش يتحيد لي داك الهواء كامل اللي فيه. صافي وغنعاود دابا نسد عليه نخليه حتى يضاعف لي الحجم ديالو باش ندوزو للطياب ديالو ان شاء الله. هاد العمليه مهمه باش نخرجوا ليه الهواء الاول. صافي وغادي نسدو عليه دابا غادي يتخمر لينا ان شاء الله وندوزو للمرحله ديال الطياب. هنايا غناخذو شويه الزيت غندهنوا به واحد الصفيحه ولا بلاطو اللي غنحطوا فيه داك الشفنج ديالنا. هنايا ها هو راه خمر لينا، ندخلوا ليه داك الهواء ديالو نحيدو ان شاء الله. والبوطاره غنكونوا دايرين واحد المقيله فيها الزيت قليله غديرها هكا تسخن حتى تسخن مزيان، وواحده اخرى تكون كسرونه تكون هكا غارقه تكون فيها الزيت كثيره. دابا هنايا ان شاء الله غادي نحاول نكورهم نستعنوا بالزيت، نديروا الزيت في يدينا نستعنوا به نكورهم هكا كويرات بحال هكايا، نقيسوا الزيت ونديروا كويرات ودهنوا ديك الصفيحه غادي ندوزو للقلي. هنايا كما شفتو درنا هاد المقيله تكون الزيت راه قبيله شعلت عليها وانا كي ناقصه عليها على حدها خاصها تكون ناقصه بزاف، وندير واحد جوج عويدات هادو باش نقلبو دوك السفنجات ديالنا. وهنايا كسرونه من الاحسن تكون غارقه شويه وتكون عامره بالزيت باش ان شاء الله نصايبو هاد السفنج ديالنا. دابا ان شاء الله غنبداو على بركه الله غناخدو كويره هكا الاولى غادي نحاولو نتقبوها من الوسط ونديرو هكا دائره هكايا ونحطوها على بركه الله. بسم الله هنايا تكون الزيت قليله وهنايا تكون فيها الزيت كثيره. ندير واحدة اخرى لي تشدينا هكا شويه في راسها غادي نهزوها وغتكمل الطياب ديالها. هنايا ان شاء الله. راه كنخليو غير شي شويه غير يطيب هنايا شويه في هاد المقله
كنديروا في هذه ما بالكم طالع باش تطور عليه الزيت، قيسوه بهاد العويلات هكا تهبطوا شويه باش يطيب كامل، ومن الاحسن ما تحمروش بزاف غير شي شويه يبان لكم هكا مذهب صافي، وتحيدوه مما دارت لينا هذيك. كنكون موجده واحده اخرى ثاني هكا، واخا كتحلوها هكايا راه ملي كتحطوها راه كتجمع، يعني ما تخافوش واخا تحطوها هكا واخا تحليها بزاف ملي كتحطيها تتجمع. صافي تنحيدو هاد الثاني، تتسقطر لينا شويه هكا ديروها في شي شبيكه ولا شي صفايه. صافي كنجزعو ثاني ديك الاولى اللي كنا درنا، والعافيه تكون ناقصه على هذه، كنحطوها هكا بشويه كتزيد تنفخ لينا على هذاك شويه اللي كاين. ضروري هاد العمليه ديال الزيت هنا قليله والزيت هنا كثيره، اللي يبرد لينا شويه. العمليه كتخليه يتنفخ ويجي مفشفش من الداخل. ما يمكن لكم تضاعفوا الكميه على حسب الافراد اللي عندكم. صافي نوركو هكا شويه الا بان لكم ما وصلوش الزيت غير شويه هكا. شي عا كنحطوها في الزيت الاخرى اللي كثيره راه كتزيد تنفخ، تزيد تزيد يضاعف لها الحجم. حنا قربنا ان شاء الله نكملو، حتى تبدا تحمر لينا هكا تبان لكم تحمرات من الجناب عاد تقلبوها. صافي غادي نقلبو هاد العويدات، الصراحه كيساعدو ديرو لا فرشيط لا والو باش ما يتقبش ليكم، حتى تهزو غير من الوسط صافي تتحطو كما قلت لكم. البنت لكم بلاصه اللي ما وصلهاش الزيت تحاولوا توركو غير شي شويه ما تقبوهاش، وانتم راه بسرعه تبارك الله كيوجد، ما كيحتاجش واحد المجهود كثير. القرمشه ديالته كتسمع هاكا، هادي تحيو عليها، هادي هي اللخرة اللي بقات. السفنج ديالنا ها سمعوا ديك القرمشه ديالو بقي سخون، وعرف الله هديك كداش نفخات، هادي هي اللخرا خمرات مزيان. هو الصراحه كيبغي يتكلها بقى سخون، نفخات مزيان، نزيدها غير شويه صافي ونحيدها. صافي كملناه بفضل الله، هذه هي الاخرى. صافي ان شاء الله نديرو لكم في طبق التقديم. ان شاء
شاء الله. هنايا ها نتوما كتشوفوا ها هو الشفنج ديالنا، تتشمعوا ديك القرمشه ديالو راه باقي سخون. ها نتوما الشكل ديالو شفتوه كي كيجي مفشفش ما فيهش الزيت من الداخل، سمعتوا الخشخشه ديالو كيجي مقرمل. ان شاء الله نقدموا لكم مع واحد البريمي ديال الاتاي، نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ما تنساونيش من التعاليق ديالكم اللي كيفرحوني دائما وابدا. نقدموا لكم بالصحه والراحه ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.